هناك أيضا سنن نسميها سنن الأنفس وهي متعلقة بالإنسان. أيضا إذا عرفنا هذه السنن تتحسن حياتنا. يعني لو عرفنا سنن الله عز وجل في التفكير كيف نفكر، لأن هناك علم اسمه علم التفكير. سنن الله عز وجل في تربية الأبناء، طبعا تربية الأبناء تحتاج إلى هذين النوعين من المعرفة، معرفة الأحكام ومعرفة السنن. يعني أنت ما يمكن تربي أبنائك من غير معرفة أحكام الله عز وجل ومن غير معرفة إيش؟ سنن الله عز وجل. معرفة سنن الله عز وجل في الذكاء، معرفة سنن الله عز وجل في العلاقات الاجتماعية. إذن هذه السنن تساعدنا على فهم أنفسنا، وتساعدنا على تحسين حياتنا، وتساعدنا على التقرب من الله عز وجل. إذن أول قاعدة حقيقة نأخذها في فهم سلوكنا، في فهم تصرفاتنا، أن حتى نفهم سلوكنا ينبغي أن يقوم هذا الفهم على نوعين من المعرفة. المعرفة الأولى نسميها معرفة الأحكام، والمعرفة الثانية نسميها معرفة السنن الإلهية. والسنن الإلهية تيسر تطبيق الأحكام الشرعية. زين، من أين نأخذ هذه السنن الإلهية؟ طبعا أنا لا أركز على الأحكام، سأركز هنا على السنن الإلهية. طبعا كلنا نعرف أن الوحي، القرآن الكريم والسنة النبوية، الوحي هو المصدر الوحيد للأحكام الشرعية. يعني ما نأخذ أحكامنا الشرعية من الوحي. الشيء الذي حقيقة ينبغي أيضا أن نعتقده، نؤمن به، أن الوحي مصدر من مصادر السنن الإلهية. سأعيد العبارة مرة أخرى بصياغة أخرى، الوحي هو المصدر الوحيد للأحكام عند المسلم. يعني المسلم ما يأخذ أحكامه إلا من القرآن والسنة، لكن الوحي هو مصدر من مصادر السنن الإلهية. بمعنى آخر، إنه قد نجد في القرآن سنن وفي الأحاديث سنن، وقد نأخذ السنن من واقع الناس.